على فكرة الحصري هيبقى عندنا مش بالصوت بس، مش بالكلام بس، هيبقى بالصوت والصورة، واستنوا من ده كتير. والنهاردة الحصري عندنا يمكن سمعت عنه لكن ما شفتهوش. تعالوا نشوف الحصري بتاعنا اللي من امبارح والنهاردة ويفضل لبكرة كمان. يلا بينا على الصورة وأنا معاكم بالصوت. نخش على الصورة. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة ده حاجة ما بتحصلش غير في النادي الأهلي. النادي الأهلي فريق الكرة امبارح بيكرم نجوم الهندبول، بيكرم نجوم البرونزية، بيكرم نجوم فوق العادة، نجوم كرة اليد في النادي الأهلي اللي حصلوا على المركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد، وفازوا على برشلونة ليصبح أول نادي غير أوروبي بيفوز على نادي برشلونة في كرة اليد. قد ايه الفرحه اللي موجوده عند الاثنين، لاعيبه الهاندبول ولاعيبه الكوره، وقد ايه السعاده الموجوده. لكن هو ده بيترجم المقدمه اللي انا قلتها لك، انه النادي ده محفور في الوجدان، النادي ده ليه عشاء، ليه محبين بالملايين في كل مكان، كل همهم فقط لا غير ازاي يسعدوا جمهورهم، ازاي يلتفوا حوالين بعض. حاجه جميله جدا، اعتقد تقليد من النادر انك تشوفه في اي مكان في العالم، لكن في النادي الاهلي هتشوف وتسمع وتقرا وتسمع وتستمتع بنجوم النادي الاهلي في كل اللعبات، سواء في كره اليد اصحاب الميداليه البرونزيه، او في كره اليد ابطال افريقيا المتوجين النجوم دائما وابدا في كل مكان، سواء حتى النجوم المحترفين اللي انضموا للنادي الاهلي. هذه اللقطات بالصوت والصوره اول مره تشوفوها، بتشوفوها من قناه النادي الاهلي، وبوعدكم انه هيكون عندنا الكثير والكثير من الانفرادات واللقطات اللي ممكن ما تشوفوهاش غير عبر شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي. التحيه لاداره النادي الاهلي الحقيقه انها فكرت في هذا التكريم، والتحيه الحقيقه لفريق كره القدم انه كان مصمم على هذا التكريم. وما اجملها انه كولر مع مدرب اليد مع الجهاز الفني الشناوي وشوبير وحمزه ومخلوف مع طه وميحه وكل النجوم وباقي فرق النادي الاهلي موجودين في المدرج يا جماعه، بيتابعوا وبيهنوا وبيفرحوا وبيسعدوا مع باقي الفريق مع باقي اللاعبين. مبروك للنادي الاهلي هذا الانتصار، مبروك هذه المبادئ الرائعة الجميلة الطيبة اللي كلنا بنستمتع بيها وبنفرح بيها، ودائما وأبدا هيكون عندكم الجديد والجديد، لكنها لقطة تستحق التصفيق، لقطة تستحق التحية، لقطة تستحق الفرحة والسعادة أعزائي المشاهدين. الأجمل بقى إن الصغيرين موجودين في المدرجات عشان يتعلموا، عشان روح الانتصار وروح البطولة تبقى موجودة عندهم. اللي قدامكم دول ثالث العالم في اليد، واللي قدامكم دول ثالث العالم في الكوره، واللي قدامكم دول ابطال افريقيا في اليد وابطال افريقيا في الكوره، وبالتالي الرساله تصل الى الجميع، والصغار ياخدوا الرساله من الكبار، والكبار يعلموا الصغار، والتلاحم ما بين ابناء النادي الاهلي الحقيقه زي ما انتم شايفين كده بالجمال والحلاوه. في ملعب التتش كان الاستقبال، وفي ملعب التتش كان الاحتفال، وفي ملعب التتش كانت الفرحة والسعادة.